الإخوان مستحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل الذي تفانى وما زال وسيظل في خدمة هذا الوطن. كل الشكر لأعضاء حركة شباب 6 إبريل الذين قدموا تجربة ديمقراطية رائعة. كل الشكر للمرشحين على مسؤولية المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل الدكتور فادي المصري والأستاذ عمرو علي. النتيجة النهائية لانتخابات المنسق العام لحركة شباب السادس من إبريل جاءت نسبة الزميل عمرو علي 55.6 من إقبالي عدد الأصوات الصحيح. جاءت نسبة الزميل فادي المصري 45.4 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة. ليصبح المنسق الجديد لحركة الشباب السادس من إبريل هو السيد عمرو علي، وسيتم عمل مراسم تسليم السلطة في خلال أسبوعين من الآن. الباشمهندس أحمد موجود على كل أعضاء حركة شباب 6 إبريل على التجربة الديمقراطية الجميلة اللي حدثت خلال الشهرين. أعترف إنه الحركة غابت في الفترة القصيرة اللي فاتت، سواء للغياب سواء لانشغال الحركة بانتخابات المنسق العام أو للظروف السياسية وحملة التشويه اللي أدت إلى إنه تقليص المساحة السياسية اللي كانت بتتحرك فيها 6 إبريل أو تقليص مساحة الظهور الإعلامي داخل الحركة، وده اللي بنسميه غياب لدور الحركة بشكل كبير. الناس كتير بتسأل في برامج كتير وسائل إعلام كتير إمتى هيكون في انتخابات 6 إبريل؟ وكانت إجابتنا وقتها إن كيان في مرحلة التأسيس لازم ينضم ليه يكون عارف كويس أسباب انضمامه. دلوقتي الوضع اختلف، بقى في أعضاء بقى لهم 4 سنين و5 سنين في الحركة، بقى في ناس شافت معانا الحلوة والمرة، بقى في ناس شافت معانا التشويق صمدوا وشافوا التخوين وصمدوا وشافوا التعذيب وصمدوا وتم اعتقالهم وصمدوا. عندنا في منهجنا وأدبياتنا من 2008 اللي هو دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، بالتأكيد هيكون ضد فكرة الدولة العسكرية. ده حاجة رئيسية. الحاجة التانية من حق أي حد اللي هو طالب ترشيح، أي حد مش بنصادر على رأي حد خالص، مش هنعمل زيهم يعني زي ما عملوا فينا. وفي نفس الوقت احنا كمان لنا حق ما ينتخبش مرشح ذو خلفية عسكرية. بالتأكيد لما يكون في انتخابات لو في مرشح ذو خلفية عسكرية بالتأكيد مش هننتخبه، لأن ده يتنافى مع قيمنا وقواعدنا وفكرة دولة عسكرية. فأنا ضد الدولة العسكرية بالتأكيد، لأنه داعم أو مرشح أو منتخب مرشح ذو خلفية عسكرية.